رانجي وفجأة قطعت عنه الستيرويد راح يكون في حالة من الأكيوت أدرينال إنسفشنسي. ليش؟ لأن إحنا المريض اللي ياخذ هذه الأدوية فترة طويلة راح يصير عنده سبريشن للأدرينال كورتيكال بيتيتوري هايبوثالاميك أكسس. فأنت من تقطع الدواء فجأة يصير عندنا يسمى ايتروجينيك ادرينال كورتيكال انفكشنسي، يعني نتيجه الايتروجينيك نتيجه الادويه اللي ياخذها المريض يصير عنده ادرينال كورتيكال انفكشن. هاي بهاي الاربع حالات تستعمل الادرينال ستيرويد في حاله ريبليسمنت ثيرابي، طبعا هي من اهم استعمالات الادرينال كورتيكال ستيرويد. واحد من الاستعمالات الحرفية يعني أول ما وجدت ريبليسمنت ثيرابي، بعدين شافوا إنه إذا نستعملها بسوبرا فيزيولوجيكال دوزز ممكن تفيد بفارماكو ثيرابي، فور إكزامبل سبريشن أوف أدرينو كورتيكال فانكشن. مثل ما نعرف إحنا هذه الأدوية إذا تنخذ بجرعة عالية ولفترة طويلة تعمل لنا سبريشن للأدرينال فانكشن. فاستفادوا من هذه الخاصية في حالة المرضى اللي عندهم congenital adrenal hyperplasia اللي هي excess adrenal androgen secretion is suppressed by hydrocortisone in children and hydrocortisone or prednisolone or dexamethasone in adults which inhibit pituitary corticotropin production. الاستعمال الثاني ايضا بما انه هي عندهم glucocorticoid effect فشافوا انه ممكن استعمالهم في حاله الانفلاميشن اند اميونوسبريشن. Drugs with primarily glucocorticoid effect, example prednisolone, it remains essential to use only the minimum dose that will achieve the desired effect. احنا في حاله الانفلاميشن والاميونوسبريشن نستعمل اقل جرعه اللي تنطينا effect، يعني مو هب هازارد للجرعه نستعملها. لانه هاي الادويه بالجرعه العاليه تعطينا سيفير ادفيرس افكتس، واهم ادفيرس افكت هو سبريشن اوف ادرينال جلاند. فاحنا نستخدم الجرعه المناسبه فقط، ما نزيد ولا نقلل. ثالثا الادرينال ستيرويدز ار يوز ان نيرلي اول كيسز اوف سيفالون. شوف احنا الاستعمالات الادرينال ستيرويدز كثيره، فتقريبا تستعمل في كل الحالات اللي راح نذكرها حاليا اللي هي الاكسفولييتيف ديرماتايتس اند بينفيغاس، كونكتيف تيشو ديزيز، لوبوس ارثروماتوسس اذا كان سيستميك، بولي ارترايتس نودوزا، بوليمايالجيا روماتيكا اند كرينيال جاينت سيل ارترايتس اللي بحالتها الارجنت ثيرابي سيف سايت، نحافظ على النظر اذا بدينا العلاج بسرعه. درماتو مايوسايتس كذلك تستعمل هذه الادويه في هذه الحاله. سيفير اسما، اكيوت لينفاتيك ليكيميا، اكوايرد هيموليتيك انيميز. طبعا ليش شافوا انه هاي الادويه تستعمل في هذه الحالات؟ من الاكشن، الاكشن اخذناه في اول محاضره. شوف مثلا هذه الادويه تعمل لي تقلل مثلا الليمفويد تيشو، ولهذا شافوا انه من المفيد استعماله في حاله الاكيوت ليمفاتيك ليكيميا. وهكذا كل استعمال هسه عم نذكره هو نتيجه الاكشن اوف ذيس دراجز اللي اخذناه في المحاضره السابقه. سيفير الرجيك رياكشنز اوف اول كاينز، كل انواع الالرجيك رياكشن، example serum sickness angioedema اللي هو swelling angioedema swelling of loose tissues الانسجه الرخوه تحت العينين تحت تحت الأبط، والترايكيانياسيس هذا نوع من انواع الورم infection عدوى بنوع من انواع الديدان. بعد ما يصير infection هذا النوع من الديدان يصير عندي allergic reaction، فهذه الأدوية ممكن نستعملها في هذه الحالة. بس أكون ملاحظة جدا مهمة، alone
they will not control acute manifestations of anaphylactic shock as they do not act quickly enough. في حالة الانفلاكتيك شوك طلاب هو تستعمل الادرينال ستيرويدز بس مو بالبداية يعني ما راح تعالج لي الساين اند سيمبتومز من البداية لانه هي ما تشتغل بسرعة حسب الميكانيزم اوف اكشن ماله الميكانيزم اوف اكشن ماله انه تدخل لازم الى النيوكليوس وتبدي بسينثيز اوف بروتين حتى تنطينا الايفكت فهذه العملية يعني تاخذ وقت ولهذا هي ما تشتغل من البداية شغلة يبدي يعني بعد فترة من أخذ هذه الأدوية ولهذا ما تعالج لي أو ما تعمل كنترول للأكيوت مانيفستيشن أوف أنفلاكتيك شوك لازم إحنا نعطي أدوية أخرى بحالة الأنفلاكتيك شوك قبل الستير مع الستيرويد حتى نعمل كنترول للأكيوت مانيفستيشن والستيرويد بعدين يكمل ويعمل كنترول للحاله كذلك بالاورجان ترانسبلانت ريجكشن ممكن انا انطيها حتى لا يصير عندي ريجكشن للاورجان المزروع لانه نعرف انه هذه الادويه تعمل لي ميونوسبريشن اكيوت سباينال كورد انجري طبعا لازم ايرلي بريف اند هاي دوز تو ريدوس ايديما اند انفلاميشن كذلك في حالة الـ Autoimmune Active Chronic Hepatitis A corticosteroid improves well-being, liver function and histological findings رابعاً Adrenal Steroids are used in some cases of الأدرينال ستيرويد تستخدم في بعض هذه الحالات روماتيك فيبر روماتويد ارثرايتس انكيلوزيك سبوندلايتس السيرتيف كولايتس اند بروكتايتس ريجينال انترايتس كرونز ديزيز هاي فيبر الرجيك راينايتس كذلك في الساركويدويسيس اف ذير از هايبرجلايسيميا اور ثريت تو ا ميجر اورجان اكزامبل ذا اي acute mountain altitude sickness to reduce cerebral edema prevention of adverse reaction to radio contrast media in patients who have had a previous severe reactions blood diseases due to circulating antibodies thrombocytopenic purpura and agranulocytosis كذلك eye diseases allergic diseases but not bacterial and viral infection طلاب جدا مهم انه انا استعمل هذه الادويه بالاي ديزيز especially the allergic eye disease but not bacterial and viral في حاله انه وجود bacterial infection او viral infection هذه الادويه تصير جدا خطيره لانه هي اصلا تعمل لي immunosuppression عيني شباب تسمعوني غير لانه انا ما اعرف النت كونكشن اليوم شويه تعبان دكتور نسمعك مليح تمام عين تمام اخوي تكمله هذه الحالات اللي هي تقريبا نستعمل الادرينال ستيرويد او الادرينال ستيرويد لها استعمال في هذه الحالات هي النيفروتيك سيندروم طبعا يعني طلاب انه الادرينال ستيرويد تستعمل في هذه الحالات في هذه الامراض كمكمل للعلاج الاصلي لهذه الحاله يعني النيفروتيك سيندروم ما بس تعالج بالادرينال ستيرويد ولكن الادرينال ستيرويد هو احد الادويه اللي نستعملها لعلاج هذه الحالات A variety of skin diseases such as eczema أفص ألسر اللي تحدث نتيجه يعني التقرحات اللي تحدث داخل الفم تسمى أفس ألسر طبعا نستعمل الستيرويد هوني توبيكلي on the oral mucosa موجود الستيرويدز على شكل oral gels ونستعملها في حالة الأفس ألسر hypercalcemia of sarcoidosis قبل شوية قلنا الستيرويد تستعمل في حالة sarcoidosis وكذلك hypercalcemia of sarcoidosis نعم سد المايكات عيوني
كذلك هايبركالسيما اوف فيتامين دي انتوكسيكيشن اند مايلوما. ولكن في حالة الهايبر باراثايرويد هايبر كالسيميا does not respond to adrenal steroids. Raised intracranial pressure due to cerebral edema in cerebral tumor or encephalitis. طبعا جدا مهمة في هذه الحالة حتى نقلل ال cerebral edema انه نعطي adrenal steroid. مثل ما قلت لكم انه raised intracranial pressure يعالج بأدوية أخرى بالإضافة إلى الأدرينال ستيرويد. A preterm labor, نعطي adrenal steroid to mother to enhance fetal lung maturation. قبل ما تولد الامرأة الحامل تشوفون أطباء نسائية يعطون الأدرينال ستيرويد للامرأة الحامل قبل الولادة بأيام. هذا يعجل لي نمو الفيتال lung ويهيئه للليبر بحيث من يجي الطفل على يعني يصير ديليفري تكون اللنج ماله شغاله. Aspiration of gastric acid Mendelssohn's syndrome. اذا يصير عندي في حاله في بعض الحالات يصير aspiration للجاستريك كونتنتس فبهاي الحاله ايضا شافوا الادرينال ستيرويد مفيد. مايستينيا جريفيس اختم بالفصل الاول ايضا الستيرويد له دور جدا مهم بالمايستينيا جريفيس لانه المايستينيا جريفيس هي مثل ما عرفتم هي اوتو اميون ديسيز فانا بالاضافه انه انطي الادويه الريجولر دراجز اوف مايستينيا جريفيس انطي الادرينال ستيرويد حتى نعالج المانيفستيشن اوف مايستينيا جريفيس. كذلك في حاله الكانسر هاي تقريبا مجمل اليوسز اوف ادرينال ستيرويد. عندنا ايضا عنده يوسز او هاي الادويه لها استعمالات بالدايجنوسز Diagnosis of adrenal gland. فعندنا ما يسمى بالديكساميثازون suppression test. مثل ما عرفنا احنا انه هذه الادويه اذا نعطيها بجرعه عاليه ولفتره طويله تعمل لي adrenal suppression. فاستفادوا من هذه الخاصيه في قياس ال function of adrenal gland. فيسمى هذا التيست هذا الاختبار الديكساميثازون suppression test. هو نعطي ديكساميثازون نعرف انه الديكساميثازون acts on the hypothalamus to reduce the output of corticotropin releasing hormone. الكورتيكوتروبين releasing هرمون على منو يسيطر طلاب؟ دكتور على ACTH secretion تمام يعطي اعاز للادرينال جلاند تفرز الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون والاي سي تي اتش يسيطر على الادرينال جلاندز انه يفرز يحفزها لافراز الكورتيزول. الديكساميثازون له خاصيه انه يشتغل على الهايبوثالاموس على اول نقطه تو ريديوس اوتبوت اوف كورتيكوتروبي ريليزنج هرمون. من ما عندي كورتيكوتروبي ريليزنج هرمون اتوقع انه يصير عندي نورمال سبريشن اوف كورتيزول برودكشن افتر ادمنسترينج لو ديكساميثازون 0.5 ملي جرام 6 اور indicates that the hypothalamic pituitary axis is intact يعني ما بينه شيء اذا صار عندي normal suppression للكورتيزول. طيب اذا ما صار عندي suppression وظلت الجلاند شغاله failure of suppression implies pathological hypersecretion of ACTH by the pituitary أو يكون عندنا ectopic ACTH or autonomous secretion of cortisol by the adrenal. يعني احنا هذا الاختبار نعمله حتى نعرف انه الجلاند راح يصير بها suppression او تستمر ما يصير بها suppression. بمعنى انا عندي focus او pathological state حيصير بها hyper secretion لل ACTH. مفهوم هذا التيست طلاب؟ يعني مثلا بالبارانيوبلاستيك ماس يعني دكتور اذا عندنا تيومر مثلا سكريتنج اي سي تي اتش هذا ما راح يصير له سبريشن بالديكساميثازون تيست فانا اعرف انه هذه عندي باثولوجيكال ستيت تتطلب مثلا السيرجيكال انترفينشن
او اذر بروتوكول اوف تريتمنت. يعني هذا بس ينطيني هنت انه اكو عندي باثولوجيكال ستيت اذا ما صار عندي نورمال سبريشن اوف كورتيزول. واضحه تمام عيني؟ طيب عندنا جدا مهمه طلاب وهذه راح يعني تواجهوها بالحياه العمليه اللي هي الويذدرول اوف فارماكوثيرابي اوف ادرينوكورتيكال ستيرويد. احنا the longer the duration of therapy the slower must be the withdrawal. يعني طلاب هاي ادويه جدا خطيره وهسه حاليا هي يعني يساء استخدامها وخصوصا من قبل السب ستاف اللي يشتغلون بالعيادات التمريضيه. ينطي طبعا هي ادويه تسمى ادويه سحريه، يعني اللي ياخذها لو حتى عنده انفكشن قوي راح يعالج لي السيمبتومز فقط وليس الديزيز، يعني الانفكشن تستمر ولكن يعالج لي الساينز اوف انفكشن على سبيل المثال. فهذه الادويه يساء استخدامها. فنشوف انه المريض يتحسن اول مره بعدين يقع بحاله الادرينال سبريشن. فهذه استعمال هذه الادويه يجب ان يكون تحت ضوابط. ايش قد نستعملها لفتره طويله؟ نتوقع يصير عندي ادرينال سبريشن ولهذا يكون الويذدرول شود بي سلولي، يعني سلو ويذدرول يصير لازم نعمل. فاذا اف يوز از ليس ذان 1 ويك، اذا كان الاستعمال او صرفناه للمريض لاقل من اسبوع، مثلا كان عنده المريض اكيوت ازمه although some hypothalamic suppression will have occurred withdrawal can be simply accomplished in a few steps. يعني نقول للمريض انه من تقطعه لا فجائي تدريجيا، يعني مثلا كان ياخذ 5 ملي جرام كل ثاني يوم عمله اذا كان لاسبوع واحد على الاستعمال، نقول له ثاني يوم عمله 2.5 او احنا راسا نصرف له اياه اول يوم 5 ملي جرام ثاني يوم مثلا 4 ملي جرام وهكذا الى ما يخلص الاسبوع على خطوات قليله. هذا يكون عندي سيف ويذدرول. طيب اذا كان عندي افتر يوز فور 2 ويكس لاسبوعين، اذا احنا ردنا نعمل رابيد ويذدرول نعمل 50% ريدكشن ان دوز ايتش داي از ريزونبل، يعني نعمل 50% ريدكشن بالدوز كل يوم، فهذا هم راح يكون سيف ويذدرول اذا هذا الاستعمال لمدة أسبوعين. زين، if the duration of treatment is longer، يعني كان استعمال الأدرينال ستيرويد لأكثر من أسبوعين، وخصوصا هسه موجود بالأسواق برينيزولون 20 ملي جرام، يعني إذا ياخذ حباية المريض تصور لمدة يومين راح يصير عنده أدرينال سبريشن. يعني أدوية جدا يجب الحذر بالتعامل مع هاي الأدوية. فإذا كان عندي التريتمنت longer period withdrawal should then proceed very slowly، يعني الويذدرول لازم اعمله كلش بطيء. example 2.5 to 5 ملغ prednisolone or equivalent يعني المقابل للبريدنيزولون من بقيه الادويه ديكساميثازون بيتاميثازون وانسون الموجوده at intervals of 3 to 7 days. يعني انا على حسب حاله المريض، مريض ممكن هو تحسنت حالته، ممكن انا كل ثلاث ايام اعمل له ريدكشن، اعمل ريدكشن ملي غرامين ونص الى 5 غرامات ملي غرامات كل ثلاث ايام. مريض الاخ شفته حالته ما هالقد، اعمل كل سبع ايام ريدكشن 2.5 الى 5 ملي غرام. واضحه طلاب؟ لو اعيد. واضحة دكتور، يعني كل ست ايام الى سبعة تقلل 2.5 الى 5 ملي جرام. عافية، جيد جيد. او ممكن كل سبع ايام اقلل 2.5 ملي جرام to 5 ملي جرام على حسب حالة المريض. An alternative scheme اذا هذا ما عجبني البروتوكول is to halve the dose weekly until it is 25 ملي جرام per day of prednisolone or equivalent. يعني انا اقلل الجرعه الى النصف حتى اصل، يعني مثلا انا اعطينه 100 ملغ، انا اقلل الجرعه مباشره النصف
اعملها 50 وارجع اعملها ايضا 25 الى ما اصل 25 اوف بريدنيزولون او مرادفاته مناظراته. Then to make reductions of about 1 milligram per day every third to seventh day. يعني انا اول مره اقلل الجرعه الى النصف الا ما اصل مثلا الى جرعه 25 ملغرام بير داي اوف بريدنيزولون. يعني الى ما اصل هذه الجرعه انه انطي المريض 25 ملغرام لكل يوم. بعدين الريدكشن مالي تقليل الجرعه يكون 1 ملغرام باليوم كل 3 الى 7 ايام. واضحه طلاب؟ اعمل ريدكشن بالدوز الى يعني اعمل انصف الدوز الى ما اصل 25 مل. يعني مثلا اذا كنت اعطيت بريدنيزولون 100 ملي جرام انا انصفها اقول له للمريض تاخذ 50 ملي جرام، ثاني يوم اقول له تاخذ 25 ملي جرام، بحيث انا اظل على ال 25 ملي جرام لكل يوم. بعدين اعمل الريدكشن 1 ملي جرام يوميا، 1 ملي جرام بير داي كل 3 الى 7 دايز، يعني باليوم السابع او اليوم الثالث او اليوم السابع انا اعملها 24، بعد 3 ايام اعملها 23، وهكذا الى ما اقلل الجرعه بحيث اصل الى 1 ملي جرام واقول المريض يقطع الدوز. طبعا هوني نستفاد من البيدياتريك تابلتس اللي هو موجود على شكل حبوب 1 ملي جرام can be useful during withdrawal. انا استعمل ممكن استعمل الحبوب ال 1 تابلت اللي مخصصه للاطفال حتى اكمل الجرعه مالي، بحيث يعني انا مثلا بعض شركات ما تقسم الحباي بالنص، فانا ممكن استعين بال 1 ملي جرام تابلت لاكمل البروتوكول مالي اوف withdrawal. واضح هذا البروتوكول عيني طلاب؟ واضح دكتور. يعني طيب هسه خلصنا من الادرينال ستيرويد، نجي على الانهبيشن اوف سينثيسيس اوف ادرينال اند اذر ستيرويد هرمونز. عندي اكو بعض مجموعه من الادويه تعمل لي انهبيشن للسينثيسيس اوف ادرينال ستيرويدز، طبعا هذه في حاله زياده هايبر سكريشن اوف ادرينال ستيرويد، او مثلا اذا عندي تيومر سكريتنج ادرينال ستيرويدز، او تيومر ديبندنت اون ادرينال ستيرويدز. These agents have used in diagnosis of adrenal steroid and in controlling excessive production of corticosteroids. يعني ايضا استعملها بالدايجنوسيس حتى اشخص الحاله انه هذه تيومر او نوت، كذلك اسيطر اعمل كنترول بالاكسسيف برودكشن اوف كورتيكوستيرويدز اكزامبل باي كورتيكوتروبين او برودوسينج تيومر اوف ذا بيتيتري اللي هي الكوشينجز سيندروم. يعني عندي تيومر بالبيتيتري اي يعمل لي سكريشن للاي سي تي اتش، والاي سي تي اتش يعمل تحفيز للادرينال جلاند تعمل لي سكريشن للستيرويدز. اور باي ادرينو كورتيكال ادينوما اور كارسينوما where the cause cannot be removed. انا ما اطيق اعمل يعني بهاي الحاله صار تداخل جراحي او ما اطيق نرفع التيومر، فانا خما اخلينه يستمر يعمل لي سكريشن للاي سي تي اتش ويعمل لي سكريشن لل الادرينال جلاند ويكون المريض على طول كوشينجز فيتشر. لا، انا انطي هذه الادويه اذا ما كان اكو بالامكان عمل تداخل جراحي. طبعا هذه الادويه جدا مختصره، ميتايرابون اند تريلوستان. It inhibits the enzyme that converts steroid precursors into hydrocortisone. يعني هاي الدوائين يعمل لي انهبيشن لانتاج الهيدروكورتيزون من الاصل البريكرسرز، كذلك الكورتيكوستيرون اند الدوستيرون. فورميستان it inhibits the aromatase that converts. طبعا aromatase هو انزيم اللي هو converts
يحول الاندروجين تو استروجين. فديبود انجكشن اوف 250 ملي جرام انتراماسكولارلي توايز ا مانث تريت سم بيشنتس وذ كارسينوما اوف ذا بريست هو هاف ريلابسد اون تاموكسيفين. يعني هذا الدواء يعالج للمرضى اللي ما يستجيبون للتاموكسيفين اللي عندهم بريست كارسينوما. It inhibits. ليش عم نختار هذا الدواء؟ لأنه هو البريست كانسر هو استروجين ديبندنت، يعتمد على الاستروجين. أنا من أقلل الاستروجين أقلل التيومر سايز أو التيومر أوفر جروث. فأنا أختار الفورميستان. ليش؟ لأنه أعرفه inhibit the aromatase that converts androgen to estrogen. عندنا امينو جلوتاثيمايد، هذا يقفل لي المخطط او الباثوي من البدايه. It blocks the conversion of cholesterol to pregnenolone if there it therefore stops the synthesis of all steroids. كل الاستيرويد يقفله، بس طبعا اكيد بينه ادفرس افكت، ولهذا ما ممكن استعماله في بعض المرضى. Of all steroids, with hydrocortisone, aldosterone, and sex hormone, it has a use in breast cancer. لو استعمال في حالة breast carcinoma. الكيتوكونازول أكيد تعرف، يعني أكيد يعني سامعين بينه، هو antifungal agent يستعمل في علاج بعض حالات الكانسر والكوشينج سيندروم. It is an effective antifungal agent in humans. It inhibits steroid synthesis in gonads and adrenal cortex. يمنع تصنيع الستيرويد سينثيسيس بالاعضاء الجنسيه وكذلك بالادرينال كورتكس. It's a useful treatment for Cushing syndrome and advanced prostatic cancer. طبعا هون استعمال البروستاتيك كارسينوما لانه هو يمنع الستيرويد سينثيسيس in gonads. Anastrazole, it's an adrenal aromatase inhibitor that finds use as adjuvant treatment of estrogen receptor positive early breast cancer in postmenopausal women. هاي كلها جملة واحدة. هو يعني breast cancer dependent on estrogen when and the postmenopausal women. فأنا أستعمل Anastrazole. It is used as a sole therapy for 2 to 3 years of tamoxifen. In advanced breast cancer, in postmenopausal women that's estrogen receptor positive or responsive to tamoxifen, نستعمل الانستراسول في هذه الحالة. يعني يكون عندي breast carcinoma هو positive to estrogen. الليترازول and إكسيميستان are similar. هذولي الليترازول والإكسيميستان يشبهون الأنسترازول، نفس الأكشن نفس الإفكت. عندي آخر دروغ اللي هو السبيرولاكتون. طبعا لازم نذكر السبيرولاكتون. It antagonizes the sodium retaining effect of aldosterone and other mineralocorticoids when نستعمله في the primary and secondary هايبر الدوستيرون. هذا مجمل ما موجود عن الستيرويد سينثيسيس انهيبيتورز. عندي نيجي على اخر موضوع اللي هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون ACTH الكورتيكوتروبين. ان ذا بيتيتري اوتبوت اوف كورتيكوتروبين ريسبونس رابيدلي تو فيزيولوجيكال ريكويرمنتس باي ذا فاميليار نيجاتيف فيدباك هوميوستاتيك ميكانيزم. مثل ما شرحناه بالمحاضرة السابقة انه الـ ACTH يعني هي فيدباك ميكانيزم. من يزداد مستوى الكورتيزول بالجسم يعطينا فيدباك انهيبيشن على الادرينال جلاند، ما ينفرز الـ ACTH، وعلى الهايبوثالاموس ما ينفرز عندي الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. As the half-life of corticotropin is 10 minutes and the adrenal cortex responds within 2 minutes, corticosteroid output can adjust rapidly. طلاب معي؟ لأنه ما أعرف أنا الـ net connection موجود له ولا لا. لا معك. لأنه على البيانات أنا حالياً، لأن النت مقطوع بالكلية.
فلازم اشيك لانه ما اعرف اي انقطع عندي لو لا. تترا كوساك تايت، تمام عيني. التترا كوساك تايت او يسمى تترا كوساك ترين is a synthetic corticotropin. Consists of the biologically active first 24 amino acid of natural corticotropin. يعني هو يعني خلينا نقول سيمي سينثيتيك. اول 24 امينو اسيد هو ماخوذ من الناتشرال كورتيكوتروبين from humans or animals and so it has similar properties. له نفس الخصائص اللي للناتشرال كورتيكوتروبين بس هو مصنع من قبل البشر. الهاف لايف ماله 10 مينتس. اذا هسه موجود بالاسواق تترا كوساكترين انجكشن هو سينثيتيك كورتيكوتروبين او سينثيتيك اي سي تي اتش. طيب عندي الاكشن مال كورتيكوتروبين استيميليت ذا سينثيسيس اوف كورتيكوستيرويدز اند تو ا ليسر اكستنت اوف اندروجين. يعني هون انا استعمل الكورتيكوتروبين في حاله الادرينال انسفشنسي to stimulate the synthesis of corticosteroid and to lesser extent of androgen. لأن الأندروجين عادة ما له علاقة. احنا شرحنا بالمحاضرة السابقة قلنا الكنترول للأندروجين secretion من وين طلاب؟ يا الله ها شباب من وين الكنترول للاندروجين عفوا الاندروستيرون عفوا اذا فهمتم يعني عفوا اذا سؤالي انفهم غلط انا اقصد الاندروستيرون عفوا من الرنين انجيوتنسين اندروستيرون رنين انجيوتنسين اندروستيرون سيستم دكتور رنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم تمام مضبوط رنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم اللي موجود في الرينال سيلز. It has only a minor transient effect on aldosterone production which proceed independently. In the absence of corticotropin the cells of the cortex atrophy. إذا ما موجود طلاب الـ ACTH طبعا هذا بالحالة الطبيعية نشوف انه الجلاند او سيلز اوف كورتكس اتروفاي تضمر لانه ما عاد تشتغل. هو من يشغله؟ الاي سي تي اتش. واي عضو من اعضاء الجسم ما يشتغل يصير بينه اتروفي. حتى مثلا اذا يعني يمكن مر عليكم واحد يجبس ايده يعني تنكسر يجبسها شوف بعد ما يفتح الجبس يشوف شويه كم ضعفت مثلا لأنه نتيجة عدم الاستعمال فيصير بها أتروفي. The release of natural corticotropin by the pituitary gland is controlled by the hypothalamus. هذا معروف. Through corticotropin releasing hormone أو يسمى CRH or corticoliberin. A production of which is influenced by the environmental stresses as well as by the level of circulating cortisol. هذا كل الحكي نعرفه. كنا شرحناه سابقا. انه احنا في حاله الستريس ينفرز عندي الكورتيزول وكذلك الكورتيزول ليفل هو اللي يتحكم بالريليز اوف كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون بالهايبوثالاموس وكذلك يتحكم بالريليز اوف اي سي تي اتش بالبيتويتري جلاند. يعني من يزداد عندي الكورتيزول يعمل لي فيدباك انهيبيشن على هذول الاثنين. طيب هاي بلازما كونسنتريشن اوف اني ادرينال ستيرويد with a glucocorticoid effect prevent release of corticotropin or corticotropin releasing hormone and so of ACTH. ايضا نعرف هذا الكلام. Lack of which in turn results in adrenocortical hypofunction. اذا ما موجود الكورتيكوتروبين releasing hormone وما موجود الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون ACTH فايش راح يصير عندي؟ ادرينو كورتيكال هايبو فانكشن. راح الجلاند تضمر ويصير بيها هايبو فانكشن. This is why catastrophe may accompany abrupt withdrawal of long term adrenal steroid therapy with adrenal atrophy.
احنا اذا استعملنا الادرينال ستيرويد بجرعه عاليه ولفترات طويله يصير عندي ادرينال كاتاستروف، وهذا يرافقه اذا صار عندي، يعني اذا عملته ابربت ويذدرول، اوقف الستيرويد فجاه، راح يصير عندي ادرينال كاتاستروف ويصير عندي ضمور بالادرينال اجلاند. هذا كله الاكشن اوف كورتيكوتروبين، وكذلك الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، يعني الاي سي تي اتش اللي ينفرز من الادرينال جلاند، وكذلك من الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون اللي ينفرز من الهايبوثالامس. هذا بالنسبه للاكشن، يعني من الاكشن ماله هو الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون يحفز لي ادرينال جلاند تفرز الاي سي تي اتش، والاي سي تي اتش يحفز الادرينال كورتكس تفرز لي الستيرويدز. زياد بعد ما ينفرز الستيرويد، الزياده بالستيرويد تعمل لي فيدباك انهبيشن، ويصير عندي نورمال كنترول اوف ذا كورتيزول، هذا بالحاله الاعتياديه. استفادوا من هذه الخاصيات لعلاج بعض حالات الادرينال كورتيكال انسفشنسي. الايفكتس ذيس ار سيميلر تو ذوز اوف ستيرويد ليبريتد باي اتس اكشن اون ذا ادرينال كورتكس. يعني الايفكت مال الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون هو نفس الايفكت مال الادرينال ستيرويد. ليش؟ لانه هو بالنهايه راح يعني بالمحصله النهائيه انا من انطي اي سي تي اتش راح اتوقع ايش راح ينفرز عندي؟ ادرينال ستيرويد. اذا الايفكت مال اي سي تي اتش هو نفس الايفكت مال الادرينال ستيرويد، لانه هي بالمحصله النهائيه هي الادرينال ستيرويد اللي قاعد تنفرز هي راح تشتغل. A prolonged heavy dosage causes the clinical picture of Cushing syndrome. ولهذا إذا أنا أعطيته الـ ACTH لفترة طويلة راح أتوقع يصير عندي a clinical picture of Cushing syndromes. Cushing syndrome اللي هي زيادة نتيجة زيادة الـ adrenal steroid. The uses of corticotropin is used principally in diagnosis and rarely in treatment. غالبية الاستعمال للكورتيكوتروبين هو بالدايجنوسيس of the adrenal function. It's inactive if taken orally. هذا disadvantage اللي هو يعني احنا ما نطيق الا نطينه على شكل injection and has to be injected like other peptide hormones. The diagnostic use is to test the capacity of adrenal cortex to produce cortisol. هو هذا أهم استعمال للكورتيكوتروبين، أنه نقيس أو نفحص الـ capacity of adrenal cortex to produce cortisol. With the short synactin test, the plasma cortisol concentration is measured before and 30 minutes and 60 minutes after an intramuscular injection of 250 microgram of tetracoxactide اللي هو السيناكتين. يعني انا انطي السيناكتين ديبوت 250 مايكروغرام، وبعد طبعا انا كنت قست الكورتيزول بلازما كورتيزول كونستريشن قبل ما انطي الانجكشن، وارجع اقيسه بعد 30 منت وبعد 60 منت. طيب اذا كان الادرينال cortex normal, a normal response is arise in a plasma cortisol concentration of more than 200 nanomole per liter or a peak of greater than 500 nanomole per liter at 30 or 60 minutes of injection. يعني اذا كانت الادرينال gland normal راح نتوقع normal response اللي هي زياده بالبلازما كورتيزول concentration لاكثر من 200 نانومول بير لتر، او a peak of greater than 500 نانومول بعد 30 او 60 minutes. واضح طلاب؟ انا الاستعمال الرئيسي للكورتيكوتروبين هو بالدايجنوستيك يوز، والتيست اللي يعني التيست اللي نستعمل بينه السيناكتين ويسمى شورت سيناكتين تيست، اللي هو انا اخذ سامبل من المريض قبل ما انطي الديبوت انجكشن، واقيس البلازما كورتيزول، وانطي الانجكشن اللي هي 250 مايكروغرام اوف تيتراكوساكتايد سيناكتين، وارجع اقيس البلازما كورتيزول بعد 30 الى 60 دقيقه، يعني بعد نصف ساعه وبعد ساعه.
الزياده الطبيعيه راح يزيد 200 نانو مول لكل لتر الكورتيزول، او يصير عندي 500 زياده 500 نانو مول بير لتر بعد نصف ساعه وكذلك بعد ساعه. هذا بالنسبه للدايجنوستيك يوز. قلنا بالثيرابيوتيك يوز هو سيلدم ابروبريت، يعني ما مناسب انه نستعمل الاي سي تي اتش، لانه انا علاش استعمل الاي سي تي اتش وانتظره يعمل لي تحفيز للادرينال جلاند وتفريز لي الستيرويد؟ انا موجود عندي الادرينال ستيرويد حاضره بيدي كادويه ممكن انطيها مباشره، ولهذا هو ما محبذ استخدامه بالتريتمنت، لانه اكو ادويه اكفأ منه وتشتغل مباشره على الادرينال جلاند، عفوا تشتغل تنطيني الايفكت اوف ادرينال ستيرويدز. As the peptide hormone must be injected، يعني انا هذا الادويه هذا الدواء لازم انا على طول اعمل له انجكشن، ماكو من اورالي، ولهذا هو ما مناسب استعماله بالثيرابيوتيك يوز. كورتيكوتروبين cannot be relied on to restore adrenal cortisol output when a steroid is being withdrawn after prolonged therapy. يعني انا ما ممكن اتوقع نتائج من الكورتيكوتروبين اذا كان عندي adrenal suppression بعد ما استعملت الادرينال ستيرويد، فما ممكن الاعتماد عليه، ولهذا ما يستعمل بالثيرابيوتيك يوز. As it does not restore function in suppressed hypothalamic pituitary part of the hypothalamic pituitary axis. يعني هو اذا كانت الادرينال suppressed هو ما يحفز انه ترجع تشتغل مره ثانيه، ولهذا ما نعتمد عليه انه بالثيرابيوتيك يوز. اخر شيء عندنا البريبريشن طلاب لهذا الدواء اللي هو الاي سي تي اتش، عندنا هو موجود على هو التترا كوساكتايد انجكشن is supplied as a pool for injection intravenously, intramuscularly or subcutaneously. يعني موجود تحت اسم تترا كوساكتايد الاسم العلمي، وموجود مني انجكشن ديبوت. تعرفون شنو ديبوت طلاب؟ ديبوت انجكشن شباب، ديبوت انجكشن دكتور هي الانجكشن اللي تشتغل كريزرفوار للدراج وتبقى فتره طويله. تمام عيني تمام، ما يعرفه خلي يراجع المقدمة. الديبوت انجكشن نفس الخزين دكتور، يعني ايه هو الديبوت انجكشن يصير عندي مثل الريزرفوار للدرج داخل المصل، طبعا الجلوتيال مصل، يصير مثل الستوري مخزن. ليش؟ لانه الدواء كان عملوا له ادزوربشن على الزنك فوسفيت، يعني يمكن دخلونه مع الزنك فوسفيت، فكل يعني كل يوم مثلا ينطيني كميه من الدواء، فيكون على شكل خزين يطول تقريبا لمده شهر او اقل حسب الماده، اكو تطول اسبوعين وتخلص من الجسم. فتترا كوساكتايد زنك انجكشن اللي هي سينكتين ديبوت انتراموسكولارلي ان ويتش ذا هرمون از ادزوربد onto zinc sulfate from which it is slowly released. This is the form used in the long tetracoxactide test. عندنا التتراكوساكتايد تيست هذا ما مطلوب، والتتر يعني اللي هي السينكتين ديبوت ايضا تستعمل بالتتراكوساكتايد تيست. طلاب خلصت المحاضره، اكو سؤال عيني؟